طب انت توقع مروان حمدي الخطوه الجايه تبقى ليه بايه؟ بص هيبقى اضافه لاي مكان هيروح بصراحه يعني. بص انا بشوف حسام حسن سموحه ومروان وقفة اللي موجودين في الدوري المصري يعني. الثلاثه دول مميزين جدا. حسام ما اعرفش ما وفق يعني، هي الكره فيها كده ممكن تروح مكان ربنا ما يكرمكش فيه. صح، بس انا كنت متوقع ان هو هيكسر الدنيا مع النادي الاهلي. حسام ده بشوفه فرق كبير يعني، نوعيه مصطفى محمد يعني الناس دي. فانا بشوفه. طب مروان حمدي لو لانه يختار نادي دلوقتي، مين النادي اللي محتاج مروان حمدي، او مين اللي مروان الأهلي. حمدي؟ الاهلي. طبعا طبعا الاهلي. الاهلي ما عندوش النوعيه بتاعت مروان، وهو كان متعشم في مودست ان هو يبقى كده. بس ما تعرفش الدنيا مش احسن حاجه معاه، فمش ماشي يعني مع مودست. غريب قوي، شفت لما نزل المباراه اللي فاتت يا دوبك نزل. بس انا مش شايفها طرد يعني، ما هو كلنا مش شايفينها طرد يعني. كان ممكن ياخد انذار لان هو مش متعمد. هو فرد ايده خلي بالك الحركه دي بتبقى لا اراديه، لكن هو ما عملش كده. ايوه ما اداش، هو طلع فرد ايده. هي يعني بتحصل عادي، هي بتبقى تقديريه للحكم. هو حظه وحش جدا في واضح النادي. واضح انه حظه وحش مع الاهلي. واضح صح. والاهلي حظه وحش كمان في مودست. يعني هو مودست في الاول والاخر الاهلي جايب مهاجم كان بيلعب في اوروبا، كان بيلعب في المانيا، كان بيلعب في لا بروسيا دورتموند، احنا كلنا عارفينه. انا عارفه قبل طبعا، قبل ما يجي النادي الاهلي. فاللي هو بس ما مش موفق خالص يعني. سبحان الله، انا قلت لك يعني بتحصل للعيبه كتير. صح، وممكن يروح مكان تاني تلاقيه ماشي بشكل كويس 100%.